أنا الطفل عدي الخيسي من غزة، نازح من منطقة الشجاعية. لقيت إحنا اللي بحسش في الناس الله برزقوش من بيع هذا الشبسي بنص شيكل عشان ربنا يرزقنا، عشان في الشيء هيك مقحطة المرة من الآخر. يعني إيش نسوي؟ نبيع الشبسيات ونروح من هنا ونريح راسنا. إيش نسوي؟ من طلع لنا 10 شيكل 5 شيكل من آخر. إيش نسوي يعني؟ ملاقينا إحنا الخمسة والله ما إحنا ملاقينا، لو ملاقينا لكان. إيش نسوي؟ بقينا في منطقة تل الهوى، من تل الهوى إجينا على الانصراف، من الانصراف إجينا على خان يونس، من خان يونس عرفة. يعني إيش أقول لك؟ حسين حالنا في توموجيري. رايحين جايين رايحين جايين مش عارفين وين يودونا. كل ما ينزل منشور روح على رفح بدنا نروح، يعني نسمع كلام اليهود. وفي حد خلصنا معايين بتاع عمرنا نموت في رفح وخلص. احنا صار ندور نفسي اروح الدار اشوف الشارع اللي بقينا نمرق فيه، نفسي اشوف شارع الشعب بس والشجاعية والمناطق هذه والرمال والزهرة، نفسي اشوفه والله نسيته، الدور نسيتها. بقيت اروح اضرب العبيد، اروح على الدكان اشتري الحاجات وارجع اكله مكيف. فلقيته فيش، انا ببيع شيبسي مع الفلس.